السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبيباتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير حلوه لاكريم لجميع المناسبات والاعياد. ان شاء الله غادي نحاولوا نحضروها بطريقه جد سهله بجميع الخطوات، خاصه بالنسبه للاخوات المبتدئات. وان شاء الله كما كتلاحظوا غادي نحاول نشارك معكم طريقه ديال الزين ديالها باش نحصلوا على واحد الكيك يعني راقي الشكل وبطبيعه الحال لذيذ المذاق. ونطوش عليكم الان مرة نتعرفوا على المكونات. فبالنسبة المكونات اللي غادي نحتاجو، هنا عندي 5 حبات من البيض، وهنا كما كتلاحظوا استعملت بيض لمتوسط الحجم. اللي كنتسو غادي تستعملوا بيض كبير فممكن لكم تكتفيوا فقط ب4 بيضات. ودائما البيض كيكون درجة حرارة المطبخ، يعني ما كنخرجوش من الثلاجة مباشرة وكنخدموا به، لا كيكون يعني نخرجوا واحد ساعة قبل. عندي هنايا 120 غرام ديال السكر الابيض، حبيبات او سكر سنيده يعني القياس ديال كاس العنبه الا ربع. وبنفس الكاس غادي ناخذ القياس ديال الدقيق الابيض، عندي هنا 120 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني القياس كيكون بهذا الكاس ولكن كيكون كله مملوء من الدقيق. وبالنسبه للمكونات الجافه اللي غادي نحتاجو كذلك، عندي هنا ملعقتين كبيرتان من بودره الكاكاو المر، وطبيعة الحال اللي كنتو غادي تعملوها فقط بنكهة بالفانيلا فغادي تحيدوا هاد الكاكاو، غادي تضيفوا كيس ديال سكر الفانيلا وغادي تزيدوا قياس ديال هاد جوج معالق كبار ديال بودرة الكاكاو، غادي تعوضوها بالدقيق. عندي هنايا ملعقتان كبيرتان من النشا، وهاد الملعقة كبيرة هي باش خديت القياسات، يعني النشا هي دقيق الذرة او يعني نشا الذرة. وعندي هنايا ملعقة صغيرة مملوءة من خميرة الحلويات او البيكنج باودر ما يعادل كيس 7 غرام. غادي نحتاجو الى رشة من الملح، وهذه هي كل المكونات. نمرو الان الطريقة، كناخدو واحد الصحن هكا عريض او طبق كنوضعو فيه ماء ساخن، بعد ذلك كنوضعو فوق منو الطبق اللي غادي نشتغلو فيه هاد الجينواز ديالنا. غادي نوضعو 5 حبات من البيض، كنضيفو لها السكر، رشة من الملح، وكنبداو نطربو فيها كالطراب الكهربائي حتى كيضاعف القوام ديالو على 3 مرات وكيصبح اللون ديالو ابيض فاتح وكيصبح يعني على شكل كريمة، يعني كنبقاو هكا كنشتغلو فيه تقريبا مدة 5 دقائق حتى كيصبح الشكل ديالو هكذا كما كتلاحظوا. انا غادي نوري لكم كيصبح هكا يعني اللون ديالو فاتح جدا، وكما كتلاحظوا راه القوام كذلك كيضاعف. دابا غادي نمروا غادي نخليو جانبا، نمروا ناخذوا المكونات الجافه يعني الدقيق، كنضيفوا ليه بودره الكاكاو والمايزينا، وكنضيفوا ليه خميره الحلويات، وكنحاولوا هكا ندمجوهم قليلا مع بعض. بعد ذلك غادي ناخذ واحد الصفايه اللي كيكون هكا الثقوب ديالها شويه رقاق، باش غادي نبداو هكا كنضيفو في هاد المكونات الجافه، وباش يعني هذوك الحبيبات هكا باش كنضغطوا عليهم ملعقه وما يبقاوش عندنا نحصلوش على يعني تكتلات في هذيك الجينواز ديالنا. دابا غادي نبدا هكا نضيف تدريجيا في هذاك الخليط، ودائما كنخلطوا من الاسفل الى الاعلى باش هذاك الجينواز كتحافظ على هذاك القوام ديالها. دابا بعد ما انتهيت كناخذ مول الفرن اللي كيكون مدهون جيدا بالزبده ومرشوش بالدقيق. كما كتلاحظوا انا السطح ديالو ما دهنتوش لانني خديت هاد ورق الفرن وقطعته هكا على شكل ديال المول، هكا كيكون يعني عملي اكثر وكيسهل علينا اننا نحيدو الجينواز من المول. بطبيعة الحال يمكن لكم تدهنو نتوما، كيبقى لكم كامل الاختيار. دابا في هاد الاثناء انا راه عملت الفرن ديالي سخون على درجة حرارة 180، وغادي ندخل الجينواز ديالي تقريبا كتكون مدة طهي كتراوح ما بين 30 الى 40 دقيقة، ولكن غالبا كتكون مدة طهي على يعني بالنسبة لي انا هي 35 دقيقة، غير كتبان كتنخات هكا عاد كنخرجوها، وكما ذكرت يعني مدة الطهي كتكون 35. دابا هنايا غادي ناخذ القشدة الطرية. فبالنسبة للأخوات اللي كيسولوني هذا هو النوع اللي كنستعمل، ودائما القشدة الطرية قبل ما نخدموها. بالنسبة للأخوات اللي كيتشكاو كيقول لك ما كطلعش لينا لا كريم فريش،
دائما خاصة تكون باردة جدا جدا، عاد غادي تصدق ليكم وتطلع ليكم ويكون هذاك القوام ديالها تقيل. الا كانت سخونة راه عمرها ما غادي تطلع ليكم، غادي تبقى هكاك نازلة وغادي تبقى هكاك سائلة. وكذلك بالنسبة للطريقة ديال الخفق ديالها خاصة تكون على سرعة عالية. دابا كما كتلاحظوها هو القوام ديالها كما كتشوفوا كيكون ثقيل. خديت هنا واحد جيب الحلواني، غادي نزيل واحد الكمية اللي تزين في الاخير باش نزين بها الكيك. غادي نوضعها في الثلاجة، وهذه الكمية اللي كتبقى ليا راه غادي نضيف ليها ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو، وغادي نعاود نرجع نخفق هذه البودرة مع الكريمة مرة اخرى. هاي الكريمة ديالنا بعد ما نساجمو مع بعض اصبحت جاهزة، يكون هكا هو ده الشكل ديالها. غادي نتركها وغادي ناخذ واحد الكأس صغير، غادي نوضع فيه ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وغادي نضيف ليها ماء مغلي. انا هذه غادي نستعملها باش غادي نسقي الجينواز. بطبيعة الحال يمكن لكم نتوما تعملوا داك السيرو ديال الماء بالسكر، او مثلا كنتو غادي تستعملوها بالفواكه يمكن لكم تسقيوها مثلا بعصير البرتقال او عصير الحامض او عصير الاناناس، نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنايا الجينواز ديالي بعد ما اختركتها يعني بردات تماما بعد ما خرجتها من الفرن على الاقل واحد 3 سوايع، عاد غادي مررت باش قطعتها. وسمحوا لي راه تحذف ليا الفيديو ديال طريقه التقطيع ديالها. دابا كما كتلاحظوا غادي ناخذ الطبقه اللي غادي نقدم فيه الكيك، وغادي نوضع الطبقه الاولى من الجينواز. غادي نحاول نسقيها مزيان بهذاك القهوه اللي حضرنا، كما كتلاحظوا باش كتجينا هشيشه من بعد، كتجي هكا من بعد ما كتشربها كتجي كدوب في الفم. دابا غادي نضع طبقه من الكريمه بعد ما سقيت يعني الجينواز جيدا بهذاك القهوه. وهنايا عندي قليل من الجوز او القرقاع اللي هكا مبشور او عفوا يعني مهرمش شويه كنوضعوا. يمكن لكم نتوما يعني تعملوا اللوز، تعملوا الكاوكاو، يعني تعملوا الزبيب، نتوما كيبقى لكم، او تعملوا يعني بطبيعه الحال فواكه، نتوما كيبقى لكم يعني حسب الذوق. ومن بعد يعني نضع الطبقه الثانيه اللي حتى هي غادي نسقيها مزيان حتى كتشرب، وكنكر يعني كنستمر بهذه الطريقه. طبقه اخرى من الكريمه، عاد غادي نوضع فوق منها القرقع مهرمش، عاد غادي نوضعوا الطبقه الثالثه واللي هي غادي تكون الاخيره. دابا هي الطبقه الاخيره ديالي تاهي بعد ما سقيتها. غادي نبدا دابا نحاول نغطي هذاك الجينواز ديالي كلها بالكريمه من الفوق ومن الجوانب كلها، وغادي من بعد يعني كنحاول نحيد داك الزائد من الكريمه باش كتجينا هكا شويه مقاده. بعد ما انتهيت غادي نمروا للعمليه التزيين. كناخذ هكا واحد الورقه، ورقه فرن او ورق عادي، وكنوضعوا هكا في النص ديال هذاك الكيك، وكناخذ هكا صفايه فيها بودره الكاكاو، وكنحاول هكا نرشها على هذاك النص الفوق اللي فوق، كنحاول نغطيه مزيان حتى ما تبقاش باين لنا هذاك الكريمه. من بعد كنزيد هذا الورق ببطء باش ما كيتخسرش لينا الشكل، كيكون هذا هو الشكل ديالها. من بعد غادي ناخذ هنا اللوز ايفيلي اللي محمر او مقلي، وغادي نحاول انني نغطي به الجوانب ديال الكيك. يمكن لكم تعملوا مثلا الكاوكاو، يمكن لكم تعملوا مثلا شوكولاته فيرميسال او شوكولاته مبشوره، نتوما كيبقى لكم اختيار. دابا غادي ناخذ هذا الحلوه اللي كنزينوا بها الحلويات ديالنا، غادي نحاول نوضعها هكاك يعني في الوسط باش نضيفوا واحد الشكل يعني جميل للكيك ديالنا. كنحاول نثبتهم هكا شويه بايدي باش ما كيطيحوش من بعد. بعد ذلك كناخذ هاد الشوكولاته هكا اللي كتكون دائريه الحجم اللي متوفره يعني جميع المحلات ديال الحلويات،
وغادي نحاول انني نوضعها هكا بشكل طولي ونعملوها على شكل هكا، نعملوها على شكل دائره باش نبان نحصلوا على واحد الشكل ديال ورده. كنحاولوا يعني نخشيو هذا غير الوسط يعني النصف ديالها باش هكا كتثبت فوق الكريمه. بناخذ هنايا واحد شوكولاته يعني وضعتها هكا في الوسط. كلكم تعملوا شوكولاته فيريرو روشي او المهم شي شوكولاته هكا اللي تكون دايره، كنوضعوها في الوسط. وغادي نخرج هذيك الكريمه اللي كنا احتفظنا بها في الاول من الثلاجه، وغادي نبدا هكا ندور الكيك ديالي بكريمه الخفق. فكما كتلاحظوا هذه يعني فقط انا كنعطيكم افكار اللي تزين، وكل وحده تبارك الله راه عندها افكار ديالها. انا حاولت انني نقسم الكيك باش نعطيكم فكره، مثلا كنتو غادي تحضروا مثلا شي مناسبه او عيد ميلاد، فهذاك الجزء السفلي هو اللي كيبقى لكم فين تكتبوا مثلا عيد ميلاد سعيد او مناسبه يعني خطوبه او عندك ضيوف يعني على حسب مناسبه عندك، كيبقى لك البلاصه او مكان فين تكتبي في الاسفل. انا ما عنديش يعني شي مناسبه اللي كنحضر ليها داك الكيك، فغادي نحاول مثلا نزينها بشوكولاته يعني بحال اللي استعملت في الاول في الابيض، انا غادي نستعملها مثلا في الاسود. وكنوضعها حتى هي هكا بشكل مائل، وكنزينها مثلا بهاد الحبيبات ديال الشوكولاته يعني بحال هادشي، راه كلشي مولا متوفر الحمد لله في جميع الاسواق والمحلات. المهم انايا غادي نكمل التزيين الاخير او اللمسات الاخيره ديال الكيك باش في الاخير كنحصلوا على هذا الشكل الرائع والراقي ديال الكيك ديالنا. كما كتلاحظوا كيجي هذا هو الشكل ديالها، وكما تابعتوا معايا يعني طريقه التحضير كان جد بسيطه ومستطاع اي وحده انها تحضرها في البيت ديالها عوض انها تمشي تاخذها كامل باتيسري. وكذلك يعني المذاق ديالك كيجي رائع ملي كتخلط مثلا الشوكولاته مع المذاق ديال القهوه مع الكركاه، هذه كلشي يعني ملي كينسجموا كيعطي واحد المذاق لذيذ. نتمنى ان الكيك ديال اليوم يكون نال اعجابكم ان شاء الله، وبطبيعه الحال ما نسيتش باش نقطع لكم قطعه منها باش نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها من الوسط، كيفاش كيجيو هذوك الطبقات هكا كباينين، وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. طبيعة الحال اللي عجبتكم وصفه اليوم تنساوش تخليو لي واحد اللايك، لي دائما اللايكات ديالكم واقتراحاتكم وتعاليقكم رائعه هي اللي كتشجعني دائما نستمر نعطي كل ما عندي، وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب اللي تعلموا الفائده ان شاء الله. تشاركوا في القناه اللي كنتو باقي جداد، مرحبا بكم غادي تنوروني، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.